تحية لك رابعة ولكل مشاهدين برنامج فوق 18. موضوعنا اليوم عن عمليات ومستحضرات التجميل، لهيك نزلت على الشارع لأسأل العالم كيف برأيهم عم تتغير المرأة وشو رأي الرجال والنسوان بهيدا الموضوع. تعالوا نشوف آراء الناس كيف تغيرت المرأة مع عمليات التجميل. كله على الكرتوزون نول بيحطوا على الدم الخدود وما صارت أجمل، صارت يعني فينا نقول فيك. أكيد تغيرت كتير شغلات، تغيرت 180 درجة وطع طبيعتها أحلى، بس مش غلط إذا كانت في حاجة لازم المرة تعمل تجميل، صارت أحلى أصغر. أنا الواحد بغير من وجهه إذا في شي مضايق أو دفو بغير، ما غلط بس ما حلو يكون كتير أوفر لأنه مش سمبل. مرة تغير لأنه بس تزبط شعرها شوي صغيرة، ما شو بتحكي معه. أنه لا، حلو الواحد يجمل بحاله ويزبط بحاله، إذا في شي نقدر نعمله ليش لا. بتشوف مثلاً ست تاني مثلاً كبرها شوي شفتها أو عاملة عملية لمنقار، حتى لو ما بدها بدها تعمل مثلها، فبتطلع بتحطهم كلهم حط بعضهم كله صار بيشبه بعضه. لا بالعكس بس هي كثرة العمليات بتصير مرة دايما تحس انه ناقصة بدها بعد أكتر. سؤال جري، انت اليوم تقدر تظهري مرات البيت بلا ميك اب؟ أنا والصغيرة معودة ما أظهر بدون ميك اب. ايه أكيد تظهري. ايه انت أكيد بظهر. اليوم مثلا إذا اليوم في ويك اند قبل بساعة بدها حديدة وبويا، أعطيني وحدة طالعة من بيتها إلا بينعدوا على الأصابع بلا ميك اب. اليوم رسالتك للمرأة اللي بتعمل عملية تجميل؟ أنا برأيي إذا المرأة ما بدها تعمل عملية، يعني ما في داعي لتعمل عملية تجميل، ما قالوا عايزة تعمل تجميل. هيك ما بعرف، بس إنه حلو الوحدة تزبط بحالة، تجمل بحالة، بتريح نفسيتها، تطلع بالمراية بتشوف حالها إنه هي حلوة. أنا بوجه رسالة للمرأة، حبي حالك، كوني مثل ما أنت، بي ناتشرال. ما عندك شيء تقول إياه؟ بحتفظ بحق قراري. عملية التجميل دوختني، ما قادر بقى أتحمل عيونها. تم عيونك كله عم قلك جابت لي الجنون.